قالت جمعية مصنعي السيارات الأوروبية إن مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا تراجعت للمرة الأولى في 10 أشهر في أبريل بسبب انتهاء برامج الإحلال التي كانت تعزز المبيعات واستمرار الأوضاع الاقتصادية والصعبة. وأطلقت حكومات كثير من الدول الأوروبية الكبرى برامج إحلال لمساعدة شركات السيارات المتضررة من الأزمة الاقتصادية في أوائل العام الماضي، مما عزز المبيعات، لكن تلك البرامج إما انتهت أو يجرى وقفها تدريجيا. وتراجعت سوق السيارات الأوروبية 7.4% في أبريل، إذ بلغت المبيعات المسجلة في الدول الأوروبية الأعضاء الشهر الماضي 1,134,701 سيارة جديدة.